تشارب الاستمرارية خطيرة. بغداد 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 للتميز عنوان وللطريق مكانة تؤدي دائما للانتصار، وللانتصار طريق واحد، طريق بغداد، طريق النجاح. هداف الدوري يواصل الظهور المتميز ويفتح أبواب الكلاسيكو، لكن تمريرة في غاية الروعة والجمال ونهاية خيال 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 من هاشم إلى بغداد ومن بغداد إلى مرمى فهد. أول أهداف الكلاسيكو يأتي بأقدام من أجل ثاني أهدافه في مرمى الريان. يواجه فهد يونس الآن سانتي كازورلا، يواجه فهد يونس كازورلا من أجل التقدم الإسباني الإسباني الإسباني. الإسباني سجل الثاني وأعطى الزعيم التقدم من جديد بهدف يأتي من علامة الجزاء، من علامة الجزاء. يضع كرة في زاوية صعبة، صعبة جدا على فهد، صعبة جدا على فهد. يسجل سانتي كازورلا ويتقدم لمصلحة الزعيم. راح لها فهد، راح لها، لكن صعبة 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 جدا حقيقة على أي حارس مرمى، صعبة جدا على أي حارس مرمى.